من أبو ظبي ينضم إلينا مراسلنا درويش الطويل، ونتابع معك اليوم هذه التغطية درويش لآخر يوم من معرض آيدكس ونافدكس، والذي يختتم اليوم أعماله بعد صفقات بمليارات الدولارات تم إبرامها في أروقة هذا المعرض. نعم، كما تفضلت، هناك صفقات بحوالي 20 مليار درهم إماراتي منذ انطلاق الحدث يوم الأحد إلى اليوم، وبالتالي هذه القيمة مؤشر قوي على أن الصناعة العسكرية لا تزال تحتل مكانتها لدى الدول وأيضا لدى القوات المسلحة. هناك اهتمام كبير جدا في هذا المعرض من الدول الخليجية والدول العربية وأيضا الدول الأجنبية التي شاركت. هناك حوالي أكثر من 900 شركة، وهناك أكثر من 60 دولة يشاركون في هذا المعرض. الصناعات الإماراتية كانت حاضرة وبقوة في هذا المعرض كما تشاهدون. هناك طبعا القطاعات الصناعية كانت مختلفة، سواء كانت بالنسبة للقطاعات الجوية وأيضا بالنسبة للقطاعات البرية، وكل هذه الصناعات هي صناعات إماراتية بالكامل شاركت وكانت محط أنظار الدول العربية والدول المشاركة في المعرض، وبالتالي كانت هناك صفقات بقيمة 20 مليار درهم إماراتي. المعرض يتواصل لليوم الخامس، ومن المتوقع أيضا أن يستمر بعقد صفقاته، ويحظى المعرض أيضا بثقة رغم أنه تم في زمن كورونا، إلا أن المنظمين استطاعوا تنظيمه بطريقة يعني جدا سلسة للحد من انتشار كوفيد 19 واستمرار العملية الاقتصادية وثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات وتنظيمها لمثل هذه الفعاليات. شكرا لك درويش الطويل مراسلنا من أبو ظبي.